للحديث عن زوايا مختلفة لهذا الموضوع بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور وحيد إمام، أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس. أهلا بك يا فندم. أهلا بالسادة المشاهدين. دعني أبدأ بالداخل المصري والجهود التي بذلتها مصر في مواجهة التغير المناخي. طيب، هو بالنسبة لنا إحنا كنا سباقين والحمد لله في الاستعداد لعمليات التخفيف اللي العالم كله كان بيسعى إليها، وخاصة بعد كوب في باريس وكوب 15 في باريس 2015 وكوب 27. إحنا في عندنا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة انتشرت بسرعة كبيرة، وعندنا مشروعات عملاقة سواء في مجال المزارع الهوائية زي في الزعفرانة وممتدة للسويس، وعندنا مجموعات الطاقة الشمسية زي مجمع بنبان، وده أكبر مجمع، ده سد عالي لوحده موجود، ده بيساعد في عمليات التخفيف على المستوى العالم، بالإضافة طبعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وده مصدر للطاقة الجديدة والمتجددة اللي بنسعى إلى تصديره إلى أوروبا، هو والأمونيا الخضراء. كل دي مشروعات العالم كله ساعد فيها ومحتاجها بشكل كبير عشان تساعده في عمليات التخفيف. فالتخفيف اللي بيحصل في مصر مش على قد انه بيحسن درجات الحرارة في البيئة المصرية، ولكن بيحسن متوسط درجات حرارة سطح الأرض في البيئة العالمية، وده اللي احنا محتاجينه في ظل الظروف الحالية من الاحترار العالمي، وخاصة ان متوسط درجة حرارة سطح الأرض زادت عن الدرجة النص المتوقعة اللي مفروض نوصل لها في عام 2050، احنا وصلنا لها في خلال الأسابيع الأولانية من يوليو، وده بسبب الأنشطة البشرية وبسبب تراخي كتير من الدول الصناعية الكبرى وإلقائها كل مشاكلها اللي بتسعى إلى حلها على الدول النامية، وخاصة دولة زي دولة مصر. مشروعات التكيف هي الأهم بقى بالنسبة للمواطن المصري عشان يقدر يواجه كل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة. احنا شايفين كل المشروعات اللي تمت في منطقة الوجه الإبلي الصعيد على وجه التحديد من تكافل وكرامة وحياة كريمة، دي كلها مشروعات المردود بتاعها وفرت البيئة الملائمة للمواطن اللي يقدر يتحمل الظروف القاسية في الطقس اللي احنا شايفينه من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وده كانت من ضمن الإسهامات الكبيرة اللي موجودة. مش بس كده، احنا شايفين ان في نوع من انواع الرعاية الصحية اللي قدمت لكل المواطنين في مصر على امتداد القطر المصري فيما يتعلق بمبادرات كتيرة جدا اتعملت، منها اخرها الميت يوم صحة، ودي طبعا احنا محتاجينها بشكل كبير لمواجهة الظروف المناخية المتطرفة اللي احنا شايفينها حاليا دلوقتي. وبالتالي احنا شايفين ان الحكومة حتى القرارات اللي طلعوها بالعمل يوم الاحد ده من خلال اللي هي الاونلاين او من المنازل برضك دي ساعدت بشكل كبير، فدي حاجات جديدة، وكنا سباقين في استعداد لأي تطرف ممكن يحصل في المناخ، والحمد لله إلى حد كبير الأمور في مصر أهون بكتير جدا 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 من باقي الدول العربية على وجه التحديد، ومن أوروبا على وجه الخصوص اللي تقريبا بتغلي دلوقتي، هي وصلت لحالة غليان زي الأمين العام ما قال للأمم المتحدة إن الكرة الأرضية وصلت لحالة الغليان دلوقتي. مصر لم تصل إلى هذه الحالة. طيب، فضل المولى عز وجل وجهود الحكومة. على جانب دور الحكومات والجهود التي قامت بها مصر، دكتور وحيد، دعني أتحدث هنا عن الجمعيات الأهلية. إحنا بنتحدث عن قرابة 471 جمعية أهلية بتعمل في مجال البيئة والمحافظة عليه، وفي منها طبعا بالشراكة مع الدولة المصرية. دور الجمعيات الأهلية، دور المواطنين بشكل عام للتخفيف من حدة المناخ.
المجتمع المدني مجتمع مساهم بشكل كبير جدا في توفير كل الخدمات اللي مطلوبة اللي بتساعد المواطن المصري على عملية التكيف، سواء في مجال زراعة المسطحات الخضراء ده من ناحية والأشجار طبعا، زراعة الأسطح في الجمعيات بتشتغل فيها، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اشتغلت فيها الجمعيات الأهلية وما زالت، وفي اتحادات دلوقتي ابتدت تقوم وتنشط المجموعات الجمعيات الأهلية والمؤسسات للعمل في هذا المجال. مش بس كده، الخدمات الصحية اللي بتقدمها بتساعدهم على عملية التكيف. احنا بنعتبر الزراعة الثاني للدولة اللي بيقدر يخدم على المواطن المصري بشكل مقبول وهو محتاجه، لان احنا اللي في الشارع اللي بنقدر نعرف احتياجات المواطن المصري، بنقدر نوعيه، بنقدر نعمل له علامات الانذار المبكرة سواء للمزارعين امتى ينزل وامتى يروي. على سبيل المثال، في عندنا جمعيات علمية وبحثية بتقدم المشورة العلمية لكل الشركات على سبيل المثال على المزارعين في كافة الأصعدة، وبالتالي المجتمع المدني بيعتبر ركيزة أساسية في مصر وفي العالم كله على وجه التحديد. الخدمات اللي ممكن تتقدم للمواطن أساسها بيكون المجتمع المدني. بس أنا اللي عايز أصححه إن عدد الجمعيات الأهلية اللي موجودة في مصر تخطت 42,000 جمعية. يعني إحنا بنتكلم بالألاف مش بالمئات، وبالتالي ده رقم كبير على مستوى مصر، وهي كانت تخطت هذا الرقم، ولكن مع توفيق الأوضاع إحنا وصلنا لهذا العدد. وكل هذه الجمعيات والمؤسسات بتشتغل بالفعل في مجال أساسي وهو مجال الخدمات البيئية وتغير المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير. يعني كان هناك قرارات خرجت من كوب 27 دكتور وحيد، يمكن أبرزها ما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار. حتى هذه اللحظة يعني هل هناك أي تضافر من الحكومات والمؤسسات فيما يتعلق بالتغير المناخي؟ يعني الكل كان يتحدث عن الدرجة ونصف مئوية الخاصة بالمناخ، يمكن مع وجود هذه الظاهرة سواء كانت ظاهرة القبة الحرارية أو النينيو أو ما شابه، الكل بيتحدث أنه يعني نعتقد أننا اقتربنا من هذه النسبة بشكل كبير. إلى أي مدى هناك تكاتف من الحكومات والمؤسسات فيما يتعلق بالتغير المناخي؟ طيب، هو احنا مش اقتربنا، هو احنا تخطيناها. يعني الاسابيع الاولانيه من يوليو وصلنا فيها ل 2.2 درجه، بمعنى ان احنا بالفعل دخلنا في السيناريو الأسوأ اللي هو السيناريو الثاني اللي احنا مش عايزين نوصله. وبالتالي شعوب العالم كلها وحكوماتها بقت مدركه كويس قوي ان حاله الغليان اللي احنا شايفينها دلوقتي حنصل إليها إذا ما التزمناش بكل التوصيات والقرارات اللي طلعت في كل مؤتمرات الأطراف حتى وآخره طبعا كان كاب 27. وبالتالي مهم جدا 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 أن نبتدي ندور على عمليات مهمة جدا زي عمليات التمويل. على سبيل المثال، احنا عندنا أكتر من صندوق، الصندوق الأخضر في المناخ مفروض بيوفر لي 100 مليار دولار. ال 100 مليار دولار دول مهمين جدا، لان جزء كبير اكتر من 30% منهم راح للدول الافريقيه ومنها مصر. زي سيادتك ما اشرت وتفضلتي، صندوق التعويضات والاضرار الاليات بتاعته بالفعل الحكومات ومصر عشان بترقص ما زالت بترقص مؤتمر الاطراف اللي هو كاب 27 لغايه ما تسلم الرئاسه لدوله الامارات الشقيقه في نهايه هذا العام ان شاء الله في كاب 28. احنا شايفين ان مصر بتلعب دور هام جدا. نعم، بتلعب دور هام في وضع اليات لتفعيل هذا الصندوق، وبالفعل بنتوقع ان في نوفمبر القادم الاليات دي هتطرح ويتم الموافقه عليها عشان تبدا الصرف. ده مش بس كده، ده احنا كنا بنطالب كمصر وكل الدول الافريقيه على وجه التحديد بانشاء صندوق ثالث وتمويله اكتر اللي هو صندوق التكيف. صندوق التكيف ده مهم جدا 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 لان الظروف اللي احنا عايشين فيها الاهم من التخفيف
التكيف، وخاصه ان هذه الظروف ممتده معانا لعده سنوات. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت اليه من تفاصيل. دكتور وحيد امام استاذ العلوم البيئيه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.